دونك ما معنى الخارج المقرب؟ مثلا عندي قسمة طلبوا مني نوجد الخارج مقرب لصفر فاصلة واحد، أو الخارج يكون مقرب لصفر فاصلة صفر واحد، أو يكون مقرب لصفر فاصلة صفر واحد. إذا كان طلبوا مني الخارج يكون مقرب لصفر فاصلة واحد، دونك خاص الخارج اللي نخرج لي في القسمة نتاعي يكون فيه رقم واحد فقط وراء الفاصلة. أما يطلبوا مني الخارج مقرب لصفر فاصلة صفر واحد، خاصني نكمل العملية ويخرجوا لي رقمين وراء الفاصلة. أما أنا نكمل العملية ويخرجوا لي ثلاثة أرقام وراء الفاصلة. غادي نخدموا هذا المثال وغادي تفهموا. عندي رقمين، أخذوا رقمين. بالنسبة هنا إلى لاحظتوا راني ما حيدتش الفاصلة، ما ضربتش في عشرة. تترجعوا تشوفوا واحد الفيديو ديجا كنت درتو، راه كاين جوج طرق باش ننجزوا العملية، واللي بانتكم سهلة خدموا بها. أنا فضلت نخدم بهذه. عندي رقمين، أخذوا رقمين، 26 إلى 21 فيها اثنان، عفوا فيها واحد، واحد في واحد واحد، واحد في اثنان اثنان، ستة ناقص واحد خمسة، اثنان ناقص اثنان صفر، أنزل سبعة، 57 على 21 دونك اثنان، اثنان في واحد اثنان، اثنان في اثنان أربعة. نطرح سبعة ناقص اثنان خمسة، خمسة ناقص أربعة واحد، ونزل ثمانية، ثمانية في جزء الأعشار جاءت بعد الفاصلة، دونك هاد الفاصلة اللي عندي هنا نديرها هنايا، نزلت ثمانية وراء الفاصلة، دونك نضع الفاصلة هنا. 158 على 21 سبعة، سبعة في واحد سبعة، سبعة في اثنان أربعة عشر، ثمانية ناقص سبعة واحد، خمسة ناقص أربعة واحد، واحد ناقص واحد صفر. دونك في هذه الحالة إذا طلبوا مني الخارج يكون مقرب لصفر فاصلة واحد، نوقف هنايا نكتب ننجز العملية نوقف هنا. أما إذا طلبوا مني الخارج يكون مقرب لصفر فاصلة صفر واحد، خاص نكمل تيخرجوا لي رقمين وراء الفاصلة. دونك نكمل، نفترضوا طلبوا مني هذه نكمل، أضيفوا الصفر، 110 على 21 خمسة، خمسة في واحد خمسة، خمسة في اثنان عشرة، 110 ناقص 105 خمسة. لنفترض أن طلب مني ننجز العملية حتى يكون الخارج مقرب إلى صفر فاصلة صفر واحد، إذن خصنا يكون ثلاث أرقام وراء الفاصلة. إذن لنكمل، 50 على 21 اثنان، اثنان في واحد اثنان، اثنان في اثنان أربعة، 50 ناقص 42 ثمانية. دونك ونقف.